المطلوب منا الآن أن نضرب ونوضح الناتج بنسبة مبسطة. إذن عندما نقوم بضرب أي عبارات نسبية فكأننا نضرب كسور، نضرب البسوط ببعضها ونضرب المقامات ببعضها. فإذا ضربنا البسوط هنا عندما تقوم بضرب مجموعة من الأعداد فلا يهم بأي ترتيب تضعهم، سوف نضرب بترتيب يجعل عملية الضرب واضحة بعض الشيء. يمكننا أن نضرب المعاملات أولا، يمكننا أن نضرب 3 ضرب 14، 3 ضرب 14 تساوي 3 ضرب 10 تساوي 30، 3 ضرب 4 تساوي 12، إذن يساوي 42. إذن ذلك هو حاصل 3 و14. ثم لدينا A تربيع، إذن 42 A تربيع. ثم لدينا B، سوف أكتب هذا بترتيب أبجدي للحروف. ومن ثم لدينا X تربيع، لقد غيرت الترتيب لكنني قمت بضرب جميع هذه الأشياء الموجودة في البسطين. هذا هو ضرب البسوط. دعونا نفعل الشيء نفسه للمقامات. سأتعامل مع الثابت أولا، أو يجب أن أقول المعاملات. سوف أضرب 2 ضرب 18 ويساوي 36، ومن ثم لدي عبارة A واحدة. ثم لدي B واحدة هنا، تليها X واحدة هنا. إذن لقد ضربناهما والآن نحن بحاجة لتبسيطهما. دعونا نفكر بهذا قليلا. كل من 42 و36 يقبلان القسمة على 6، حيث أن 6 هي القاسم المشترك الأكبر بينهما. 42 تقسيم 6 تساوي 7، 36 تقسيم 6 تساوي 6. كل من A و A تربيع يقبلان القسمة على A، لذا دعونا نقسمهما على A. A تربيع تقسيم A تساوي A، A تقسيم A تساوي 1. وتذكروا أنني في أي من هذه الخطوات أقوم بقسمة البسط والمقام على نفس العدد، وهذا لا يغير من القيمة الكلية للعبارة. ثم لدي B تقسيم B. حسناً، يمكنني أن أقسم البسط والمقام على B، وبذلك يتم حذف هاتان ويصبحان 1 و1، ولا يتوجب عليك أن تكتبه عندما تضرب بواحد، إنه لا يغير القيمة. ومن ثم لدي X تربيع تقسيم X، كلاهما يقبلان القسمة على X. X تربيع تقسيم X تساوي X، X تقسيم X تساوي 1. إذن يتبقى لدينا في البسط 7AX. يمكننا أن نتجاهل البي لأنه مضروب بواحد الآن. لدينا 7، دعوني أكتب ذلك بنفس الدرجة من اللون الأخضر. لدينا 7 ضرب A ضرب X في البسط. وفي المقام 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 6. إذا لدينا 6. الآن سأكون حذرا بعض الشيء هنا، لأنه إذا أردنا هذه العبارة لقد أنجزنا كل ما هو مطلوب منا، لكن هذا يكون سؤالا هنا. إذا أردنا أن تكون هذه العبارة نفس عبارة حاصل ضرب هذا، فعلينا أن نقوم بتقييد مجالها. علينا أن نقيد القيم المتغيرة هنا، لأن هذه العبارة معرفة لأي قيمة لX أو A. يمكنك أن تضع أي قيمة لX أو A هنا وسوف تحصل على قيمة، لكن حاصل الضرب هذا لم يكن معرفا لأي قيمة لX أو A. البي تحذف لكنها لم تكن معرفة لأي قيمة لX أو A. في هذه الحالة إذا كان أي من X أو A يساوي 0 فإن هذه العبارة ستكون غير معرفة.
في الواقع إذا كان أيضا بي يساوي صفر فإن هذه العبارة ستكون غير معرفة، فإذا أردتموها أن تكون نفس العبارة حقا افترض بأن هذا تعريف الاقتران، إذا أردتموها أن تكون نفس تعريف هذا الاقتران الموجود هنا فيجب أن يكون المجال نفسه، سأكتب المجال هنا يجب أن يكون لهما نفس المجال إذا أردتم أن يكونوا نفس الاقتران. إذا لم تهتم لهذا الأمر بالتالي يمكنك أن تقول حسنا دعونا نتماشى مع هذا، لكن يجب عليكم أن تقيدوه إذا أردتم أن يكونوا عبارات متكافئة، وفي أي من الحالتين يجب أن تقوموا بتحديد المجال ليشمل جميع الأعداد الحقيقية. وهذا مختلف قليلا لأن هذا يشبه اقتران متغيرين، إذا اعتبرتم أن A متغير ممكن هنا. إذن جميع الأعداد الحقيقية ل A B و X، جميع الأعداد الحقيقية ل A B و X ما عدا A B X تساوي صفر، إننا نقول أن A, B و X يمكن أن يكون لهم أي قيمة باستثناء الصفر، لقد حصلنا عليها من العبارة الأصلية بعد أن ضربناها. نقول أنه يجب أن تكون نفسها، أي يجب أن يكون لها نفس المجال. معظم دروس الجبر لا تجعلك دقيقا في هذا المجال، يقولون قم بتبسيط العبارة فقط وستقوم بتبسيطها وتحصل على هذه الإجابة، لكن إذا أردت أن تكون نفس العبارة تماما فعليك أن تحصل على نفس المجال.